السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف ازاي نقدر نصمم طريق اونلاين بسهولة جدا من خلال اوتوتر. هنا بيسألني سؤال، هل انت عندك ملف اوتوكاد عايز ترفعه، او عندك صورة، او عايز تشتغل على جوجل مابس؟ فدلوقتي بيفتح لي خريطة تقدر تشتغل من خلالها. ده التوتوريال، هقول له مش عايز توتوريال. طيب ممكن بقى تعمل زوم مثلا على اي منطقة لسه ما عملناش فيها طرق، وتبدأ تشوف تصميم الطرق اللي انت عايزه. دلوقتي حدد بقى نوع السيارة اللي انا عايز ابدأ اعمل دراسة عليها، وتبدأ تشوف الخصائص بتاعتها، وقول اوكي. تمام، هنا هتحط بليس ميكال بروفايل، هتحط البروفايل بتاع السيارة. طيب هنا بقى تبدأ تعمل جنريت، يعني هتبدأ تحط المكان اللي انت عايزه، وتحدد السيارة الزاوية بتاعتها، وتبدأ بقى تمشي في الطريق بتاعك. بالشكل دوت، ولما تخلص تقول له فينيش. هنا طبعا بتحدد الديزاين سبيد والسوبر ريفيجن وهكذا. ممكن طريقة تانية ان انت ترسم بول لاين، هتقول له فينيش، وبعد كده من السيموليشن هتقول له انا عايز اعمل، ادوس على البول لاين وانت تحوله للمسار، فيعمل لك الطريق بالشكل ده. طبعا نقدر نضيف سيارات في قلب الطريق لمزيد من الواقعية بالشكل ده. فينش، تقدر تلغي، تقدر تعدل، تقدر تدخل في السيتنج هنا تعدل زي ما انت عايز، الاعدادات تغير اللون بتاع الحاجة. ممكن تحط البروفايل بتاع السيارة، حط كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها للتصميم.